السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وبعد. أود اليوم أن أتحدث عن رمضان، شهر رمضان المبارك، لأنه اليوم موافق للخامس من يونيو 2014. هنالك ممارسات ليست مقبولة في رمضان. أريد أن أدخل إلى صلب الموضوع مباشرة. أولا، شهر رمضان المبارك يعني الهدف منه والحكمة منه هو الصبر والتعويض، وهي حكمة عظيمة جدا وجميلة وأنا أحبها. الهدف منه، طبعا أنا أنظر لأنه أنا في مكتب ويمرون من جنبي الموظفين، أنا في العمل واستغليت هذه الفرصة لتسجيل هذه الخمس دقائق فقط من ثم العودة. يعني الهدف والحكم من رمضان كما قلت هي الصبر واحتمال الجوع والشعور، وبالتالي الشعور مع الفقراء والمساكين والمحتاجين الذين لا يجدون قوتهم، هم في عالم اليوم كثر. أو لن أكون سلبيا أو متشائما، ولكن أعداد ليست يعني بالسهلة، ولكن الحمد لله يعني وعي الإنسان بدأ، يعني والمحسنون لم يقصروا ولن يقصروا في جميع أنحاء المعمورة. ولكن للأسف يعني إحنا مشكلتنا أيضا في إنه يعني رمضان نسينا الهدف من رمضان، وانتبهنا الهدف المعنوي والإنساني والسامي والحكمة، وبدأنا ماذا نفعل، وبدأنا نهتم ماذا نأكل بالطعام، وكيف نرتب أوقاتنا، وكيف ننام في النهار حتى أن ما نشعر بالجوع، كيف أيضا نقلل من ساعات العمل، في حين أن العمل وأجرك في رمضان يتضاعف جدا لأنك تعمل وأنت صائم، وبذلك يزداد عليك الجوع والعطش ويكون أجرك إن شاء الله تعالى أكبر. ليس فقط الأجر في الآخر، ولكن حتى الأجر في الدنيا. يعني هذا يعني إذا أنت صبرت وأنت جائع وعطشان وعملت بشكل طبيعي، ويكون ذلك لك درس أنك تتعلم الصبر والاحتمال الجوع والعطش وتحقيق الهدف والغاية. لأنه إذا أنت صمت وصليت بشكل إذا أنت صمت فإنك تحقق الغاية، صمت وكان الصوم بصعوبة فإنك تحقق الغاية منه، وهي تحقيق الصبر والاحتمال والمواظبة، وتكون أنت سعيد لأنك حققت الهدف، وخاصة بعد رمضان. يعني بعد كل يوم في آخر يوم بعد الإفطار تشعر بالرضا، وحتى أيضا بعد رمضان تشعر بالرضا لأنه انقضى وقت اختلف جدولك الشخصي، اختلفت عليك الأمور. يعني الروتين ما عاد كما سبق، اختلف يعني روتين رمضان إذا سميناه روتين، وهو روتين جميل لكثير من الناس المؤمنين، لأنهم يعني يحققون غاية ربانية وأيضا غاية ذاتية، يعني في امتحان أنفسهم من ناحية القيم، الصبر، المواظبة،
شعور مع الفقير. لذلك يجب الابتعاد عن العصبية في رمضان، لأنه إذا عصبنا ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ يعني وكأنه الشخص صائم من أجل الناس حتى يقول الناس أنه صائم، أو أنه يخشى أن يفطر من أجل أيضا أن لا يشوه سمعته وصورته أمام الناس، لأن الناس يقولون أنه أفطر. لكن لا، لا يجب أن يكون كذلك. يجب على كل إنسان أن يصوم حسب قناعاته. لا ينفع أن أرى الناس تصوم، أمي والدي أبي صام، لكن يجب أن يكون عندي قناعات، ليس فقط تقليد لهم أو ليس مسايرة أو تماشيا مع المجتمع. لا، يجب أن أعرف لماذا أصوم أنا، والأهداف حققت، أفكر الأهداف اللي قلناها قبل قليل، الصبر، الاحتمال، الشعور مع المساكين والمحتاجين والجوع إلى آخره. لذلك يجب الابتعاد بشكل جدي، يعني الابتعاد عن العصبية والنرفزة والسباب، لأنه يترافق رمضان أيضا للأسف الشديد مع العصبيات والمشاكل والسباب للأسف الشديد. يعني أسوأ شيء أن الإنسان يشتم ويسب لأنه متعصب، لأنه امتنع عن الطعام والشراب منذ الصباح وكذا، فلا يجوز. أنا أقول له افطر أفضل لك، افضل، لأنه أو لا تفطر. يعني قد يغضب البعض منكم يقول لماذا تدعو أنت لأن يفطر الإنسان؟ لا، لا تفطر، ولكن يعني لا أجد، أنا شخصيا لا أجد من صومك أن حققت هدف مادي، ولكن الهدف المعنوي لم تحققه، وهو امتحان نفسك، امتحان قدرتك على الصبر واحتمال الآخرين، وأيضا مجاراة المجتمع. يعني إذا كنت أنت يعني أيضا هذه قيم تعلم كيف الإنسان يعيش اجتماعيا، يعني بما أنه الآخرين صائمون، بما أنه هذا مجموعة من المؤمنين صائمون، أيضا أنا أمشي معهم وأصوم، وهذا يعني جيد، قد يعلمك الالتزام بقيم المجتمع وعاداته وتقاليده ودينه. ولكن أيضا يجب أن نفكر بالنقطة الذاتية الشخصية، من الفائدة الذاتية من صيام شهر رمضان ومن رمضان بشكل عام ومن العبادات بشكل عام، وكيف أن المؤمن، أي مؤمن في على الأرض، كيف أنه يحقق الرضا النفسي والذاتي من خلال اتباعه للدين. هذه نقطة مهمة، وأتمنى أن ألقاكم في وقت قريب إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.